للشباب، مباراة احتفالية في أجواء رمضانية مميزة بالعاصمة الأردنية عمان. العيد عيدين هذه السنة للعائلة الزرقاء الفيصلوية. الفرحة فرحتين بهذا اللقب، تتويج العزيمة والصبر والتضحية والعمل والثبات. مباراة الليلة بنكهة وطابع مميز مغاير تماما للبقية. محمد عرفة الذي سيقود هذا اللقاء وسيعلن في هذه اللحظة بالذات عن بداية هذه المباراة الأخيرة بالنسبة لبطولة الدوري موسم الجزيرة الوصيف إلى حد الآن ب 46 نقطة وأربع نقاط. الفيصلي هو المتصدر وهو المتوج، وهذه كرة خطيرة التصويبة لكن في يدين الحارس. يا زعيم من بعيد والليلة عيد، من أين أبدأ الحديث وأسرد الأرقام عن الانتصارات؟ هو أكثر فريق بهدفين مقابل صفر. كرة تعود للفيصلي مرة أخرى من جانب أحمد العرسان. العرسان ممتاز، الموهبة الصاعدة، كرة ملعوبة يسارية قوية من أحمد العرسان. ومحمود المرضي، كرة من جديد هجمة للجزيرة. الجزيرة الذي يريد انهاء الموسم بابتسامة بفرحة بانتصار. ملعوبة خطيرة، كل تضيع تضيع كرة الهدف الأول. كرة كانت انطلقت من اسلام البطران، يرفع يعمل العرضية، يتدخل في مناسبة أولى كان من يزيد أبو ليلى، ثم التصويبة من فراس. نادي الفيصلي خاصة على خليل بن عطية، يوسف عبد الرحمن، مهدي علامة، وأنس الجبارات. هذه كرة أخرى جزراوية من جديد، ممتاز العملية المراوغة. إسلام البطران يعمل سلسلة من المراوغات. إسلام البطران يا فنان. الكتلة بالنسبة لأبناء شهاب الليلي، واضح أنه شهاب الذي يتميز بقراءة تكتيكية رائعة، مغلق المساحات من جمال إلى جمال، من دلال إلى دلال، من روعة إلى روعة، وبإبداع وإبداع إبداع. بعد السوري نزار محروس، وبعد الكرواتي ستاركافيتش داليبار. هذه كرة ملعوبة خطيرة، قال على القايم، كانت كبيرة بعد توزيعها من أحمد سمير. وهذه الكرة لما الرهان يكون غير موجود والفريق توج ودخل في الأفراح وفي المسرات وفي النشوة مع جماهيره، واضح أنه الفريق غير مركز لمباراة اليوم. كرة كاد يفعلها الخطير يوسف عبد الرحمن بكرة ممتازة جدا. مراوغة، يا سلام، يهرب، يا سريع، قريبة جدا من القائم الأيمن الحارس نور بن عطية. شوف يوسف عبد الرحمن ايش عمل يا يوسف. مرة أخرى كرة لمحمود المرضي، الهجمة المعاكسة لنادي الجزيرة. محمود يصوب قوية ليزيد أبو ليلى بأقلام وأحرف ذهبية. ترجع الكرة مرة أخرى، بطولة غير هذه البطولة وهذا اللقب، وهذه كرة ملعوبة من الجزيرة. المحاولة من إسلام البطران مهاجم الوحدات، 15 جول يعني 3 أهداف تفصل هشام السيفي الذي حل في مرحلة الإياب في القسم الثاني. لمسة في وسط الميدان مقطوعة من جانب محمود زعترة، وفي هذه اللحظة بالذات يعلن حكم المباراة محمد عرفة عن نهاية الشوط الأول بالتعادل 0-0. الليلي يدون الإيجابيات لبطولة الدوري الأردني لكرة القدم موسم 2018-2019. خليل بن عطية، يوسف عبد الرحمن، أحمد عرسان، وهشام السيفي. لو مرت يا هشام. مقطوعة للجزيرة، كرة في وسط الميدان، أسبقية كبيرة للاعبي الجزيرة في الافتكاك. كرة للمحمود المرضي، محمود مرضي يحط كرة لكن بعيدة. وبقية الألقاب بالنسبة للزعيم 34 بطولة دوري، وهذه كرة وقال قال 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 يفعل أحمد سمير يسجل الهدف الأول لنادي الجزيرة. هدف مستحق، تقدم منتظر للجزيرة لنادي العراقة. أحمد سمير يسجل الهدف الأول ويعلن أول فرحة بالنسبة يا حبا نادي العراقة. هدف وسط بهتة، وسط يعني دهشة وارتباك من دفاع
نادي الفيصلي في هذا الشوط الثاني في البدايات. كرة كانت من فراس، التوزيع أحمد سمير، شوف سمير، شوف أحمد بين أربعة مدافعين، يعني أربعة مدافعين وأحمد سمير، ليست هناك تغطية، ليست هناك رقابة، ليست هناك يعني متابعة عن قرب. أحمد سمير على راحة من باله يتيروض ويسدد ويباغت الحارس يزيد أبو ليلى، وخطأ يعني لا يختفر لدفاع نادي الفيصلي. وخليل بني عطية، وهذه كرة أخرى، عرسان، واو، مباغتة كانت الكرة لنادي الجزيرة العرسان، يصوب، لكن حرارة المباراة تبعث قليلا من الدفء في مدرجات استاد عمان، انتظار الدفع الأكبر بهدف التعادل ممكن لحبيب الفيصلي، ممكن هو، ممكن لا، أوه تضيع كرة لهدف التعادل للفيصلي مرة أخرى من جانب أحمد العرسان، يهدر كرة العرسان في مساحة ضيقة أمام خمسة مدافعين من جانب محمد بني عطية، لمسة يوسف عبد الرحمن، سيسا يلعب الكرة طويلة مرفوعة، والتدخل ممتاز، التدخل كان ممتاز من فادي الناتور، يرجع بواجبات دفاعية، كرة من أحمد العرسان، العرسان في المان تومان مع فراس شلباية، عرسان كرة يوسف عبد الرحمن، بعيدة دون تركيز. هناك نادي غير عادي بتاريخه واللي ما عنده تاريخ ما عنده لا حاضر ولا مستقبل. الفيصلي حكاية عشرة، حكاية طويلة، حكاية حب وغرام وأكسجين. في وسط الميدان سمير يارب، سمير يعدي أحمد يصوب أحمد سمير، كرة للحارس يزيد أبو ليلى، كرة كانت هجمة نموذجية، لحمه يعني شوك، بدنه يقشعر، وهذه كرة وهشام السيفي، ما زالت ملعوبة خطيرة، خليل بني عطية إلى أحسان الحداد، تصويبة، أي كلام هجومية بعد تفاعل الجمهور الفيصلاوي اللي رفع في النسق، يزيد في الريتم، يصنع في الفارق، وكرة من إسلام الثاني، جول 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 جول، الهدف الثاني إسلام البطران في وقت احتفالات جماهير الفيصلي، البطران يباغت الجميع وراتب العوذات، يعني يقدم التحية للجزيرة وللبطران وتشجيعات متواصلة لأحباء هذا النادي. وهناك بطاقة صفراء لمن؟ هل هي لفادي الناتور ام لفراس شلباية؟ فراس، هناك دماء، اعتداء، سلامات، لكن التصويرة الأخيرة والصورة الأخيرة كانت مميزة، الروح الرياضية والفير بلاي كانت واضحة، شفنا اللاعبين يسلموا على بعضهم، إن شاء الله تكمل المباراة على خير وكما انطلقت تنتهي، لا داعي لمثل هذه الصور وهذه تشنج الأعصاب في آخر هذا الحوار. ماجد المنصوري في انتظار انطلاق مراسم تتويج الزعيم. إذن اقتربنا من اللحظة الحاسمة ورفع لقب البطولة، راتب العوذات يأمر للجميع بالاقتراب، وأعلان الفرحة الكبرى، مبروك، ألف 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 مبروك لكل العائلة الفيصلوية بهذا التتويج، بهذا الرمز، بهذا الدرع، بهذا الكأس، كأس بطولة الدوري الأردني 2018-2019. صور جميلة تأتينا من مدرجات ملعب استاد عمان الدولي، برافو لكل عائلة الفيصلي، ومبروك، مبروك مجددا للفيصلي وللزعيم. على هذه الصور مشاهدينا الكرام نترككم مع فرحة الفيصلي وجمهوره، أكيد لنا مواعيد قادمة على قنوات الكأس الرياضية.